الخبر اللي عادنا عن كشف حقيقة يارا مار ومن هو الشخص اللي خلاها تطلع من فريق نور مار. فتسريبات يا حبايب وصلتني مؤكدة 100% انه عبدالله مقدم برنامج لايف ستيج هو اللي ساعد يارا مار من خروجه من فريق نور مار. من نفس الوقت يا حبايب سوى مشكلة ويا نور مار، صارت مشكلة بيناتهم ادت هذه المشكلة انه عبدالله يحذف الحلقة اللي سواها ويا نور مار كانت المقابلة. وبنفس نفس الوقت اللي هو محمد جواني صديق نور مار وقف ويا نور مار هم شال الفولو من حساب عبدالله بالانستغرام، هم خلاهم يحذفون المقابلة اللي سووا وياها اللي هم وصلت فوق المليون، رغم ان الكل يعرف ان محمد جواني نور مار هم اللي شهروا البرنامج. فما ادري صراحة ليش عبدالله صرف يوم هذا الشيء وتامر عليهم ضد نور مار وساعد يارا مار انه تطلع من فريق نور مار. وتسريبات مؤكدة 100%، فاكتبوا لنا حبا بالكومنتات ايش تعرفون هذا الشيء من قبل او لا. وطبعا لا تنسون محمد جواني راح ينزل اغنية اللي كانت بعنوان ولاعها، وبالصراحة الاغنية كلش نارية، راح احط لكم اياها بالوصف. لا تنسون تروحون تفجروها بالكومنتات جيش مملكة القصص، واكتبوا لنا تقييمكم للاغنية بالكومنتات. واخر شيء راح نختم بيارا مار، فهي نزلت على حسابها بالانستغرام شوية ستوريات، وهذا الستوري كانت تقول بيه انه هي اول اعلامية حطمت اليوتيوب العربي باول ظهور لها بعد ما سرقت قناتها، واللي هم قصدها انه نور مار سرق قناتها بعد ما اخذها من قبل انه يرجع الهياب. وهي ردت عليهم نكون جاهزين للباشا، راح ننزل مقطع باليوتيوب وراح نفتهم عنده هواي امور بالقناه الجديده، في هذا الحال راح تكشف حقيقه عن فريق نور مار. خلينا نروح حاليا القمر مار اللي نزلت على حسابها بالانستغرام شويه ستوريات ويا مرتضى اركان اللي هو قائد فريق الخياله. للتسريبات المؤكده انه قمر مار انضمت لهذا الفريق، ولكن الى ما اعلنوا عن هذا الشيء بنزلت شويه ستوريات ويا مرتضى اركان كانوا ملتقون ويا بعض ويحتفلون بعيد ميلاد شخص معين. وبنفس الوقت مرتضى اركان يقول عن قمر انه هي كوش خجوله بالارض الواقع. هلا شلونكم؟ شو اخباركم؟ طبعا اكيد انتم مستغربين لما تشوفوني، بس حسابها هي صار يمي تمام. ف اي يعني صار حسابي. شلونكم؟ شو اخباركم؟ لا باكر ما يوعد الشغله تسمعون ترى. من اجت لاسطنبول لحد الان المنشنات والتاكات عباره عن الثقب قمر، ما ادري الحساب عباره عن الثقب قمر، فاليوم حققت لكم هذا الشيء. زين خلاص هذه هي قمر سالمه مسلمه كل شيء ما بيها زين طبيعيه، وقاعد انا ابو على جوال شلون حلوه زين قاعدين على الكوف وتمنيت واس يلا قولوا لنا الحمد لله على السلامه. يابا انا جاي اسولف، انتم محيرين بالوراي هنا، انا جاي اسولف ايش بيكم؟ الستوريات كلها عباره عن شوف اللي وراك. نا ركزوا ركزوا بينا وياي قمر اليوم وداين دن نرحب بيكم وكذا. والله ركزوا بينا بينا ركزوا. درشاد وياي ما اعرف، وهذه يمكم هذه هم منك لا طبيعي زين. عوفوا الوراي عوفوهم شباب، ناس قاعدين دي يتونسون. يابا قمر بالحقيقه خجوله وتستحي، ما لكم علاقه بالتصوير وكذا. والله العظيم قاعده هيك. اي والله بس شوفوها عمي بس بالكاميرا انا عبالي وين توقفتها قدام العالم. خجوله كلش طلعتي، والله ما توقعت شيء. شباب خليني اقول لكم شغله. شلون مستحي؟ شكو؟ ماكو شيء. وبالنسبة لنور مار يا حبايب، فنزل على حسابه بالانستغرام شوية ستوريات، وبهذه الستوريات على مخلاه لانه راح ينزل مقطع باكر، وهذا المقطع راح يكون كلش ناري، انه بهذه الفترة كل المقاطع راح تنزل راح تكون نارية وراح تكون خطيرة وكلش مرعبة. يا جماعة بوعدكم فيديو بكرة راح يكون من اخطر كمان فيديوهات، انا بعرف اقول لكم كل فيديو اخطر فيديوهات، بس صدقوني بكرة فيديو كتير خطير، فيديوهات جاي كلها خطيرة، بس بكرة الفيديو بالذات له معزة كتير قوية، لانه جربنا هي الشيء خطير وحلو وممتع وكل شيء. يعني كل ما نجرب شغله قويه بتطلع شغله، بتطلع لنا شغله اقوى من جربه، يعني كثير 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 قويه وحلوه، وبشتي اتم اجربها بالرغم من انه رشا كانت عم تموت وبالظل حتى صحيناها، الا انه الفيديو راح تشوفوه بكره على الساعه 4 بقناتي الرئيسيه راح يكون من اخطر فيديوهاتك يا بلد. هذا الشهر راح يكون اقوى فيديوهات من قناه نور مار باليوتيوب باليوتيوب. ايش رقم محمود؟ فيديو كثير كثير حلو، وانور الله فيه شغلات حلوه، تفرج في المنظر. ام محمود لدرجه من كثر ما حلو خطير انسحب. ما بحسن اشرح لكم اكثر من هيك على الفيديو، بس صدقوني انه بكره الفيديو مو بس راح ينشاف، الفيديو راح يتخلد لانه محتواه كثير بجنن، مو بس هذا الفيديو، الفيديو اللي راح كمان برشوت والفيديوهات اللي جاي كلياتها، خليكم جاهزين بكره على الساعه 4 استعد. خلصنا حاليا من اخبار فريق نور مار، خلينا نروح شويه لاخبار اليوتيوبر الباقيين، ونبدا بنور ستار واللي صارت تبكي. فنور ستار يا حبايب نزلت على حسابها بالانستغرام هذا البوست، وبهذا البوست كان به هذه الفيديو وشويه صور كاتبه عليها. السوشيال ميديا مش حياه واقعيه، قصه قصيره. كنت عم اقلب التليفون وشفت شويه فيديوهات من نفس اليوم، اول فيديو وبختها نشرته على الستوري، والحقيقه كانت بالفيديو اللي بعده. اي انا من البنات اللي يصورون نفسهم وقاعدين يبكون، الحمد لله اني تخطيت هذيك الفتره، حاليا احسن ومتعلم من شغله كلش مهمه، انه الله ما يعطي الشخص الا شيء انه هو يقدر يتحمله، لان الله ما يعطي شيء اكثر من طاقته. وبعد نزلت شوية ستوريات كانت قاعدة تبكي بيها، وانه هذه الستوريات هي صورتها بنفس اليوم، او هذه الفيديوهات يعني صورتها هي كانت تبكي بنفس اليوم، وبالسوشيال ميديا بالحقيقة هي كانت طالعة بهذه الفيديوهات قاعدة مبتسمة، ولكن بعدها حذفت هذا البوست بسبب التهجم اللي تعرضت له، ونزلت شوية ستوريات وبهذه الستوريات تقول بيها انه هي بالماضي كانت تبين للناس انه هي مبتسمة وفرحانة، ولكن هي بالحقيقة تكون ضايجة وقاعدة تبكي، وكلام صراحة كلش مهم قالته بالنسبة للأشخاص اللي حابين يعرفوا، شوفوا الستوريات كاملة.
بوست اللي هلا نزلته انستغرام كنت عم دور بالتليفون القديم اللي هلا عم صور فيه هاي الستوري، وهيك عم بطلع لفوق هيك انا بحب من فتره لفتره اطلع، وطلعت بهذا اليوم وشفت انه بهالفتره كيف كان، كيف كنت انا عم نزل شيء والواقع كيف كان، فتاثرت حبيت شارك معكم. خلص ستي عم تطلع على البوست بس عن جد يعني ما عم تفرجيكم يا خلف الكواليس، ف يا حبيت شارككم اياه. وكمان صراحه الفتره الاخيره مليت من الصور البرفكت، حبيت نزلكم اشياء هيك طبيعيه. في صوره حلوه جايه قريبا بس هلا هيك قبل ما نام. كمان بدي لكم شيء، انا كشخص كتير اللي بقلبي على لساني، يعني انا اذا شخص ما بحبه ما بقرب عليه، اذا شخص بعرف انه ما بيحبني ما بسلم عليه ما بتعاطى معه، هيك اللي بحسه بقوله بواجه فيه. ولكن في فرق بين هاد كله وبين انه احيانا انت ما تكون جاهز تشارك قصص معينة. فمثلا هداك اليوم انا ما كنت جاهز اشارككم شو كنت عم حس فيه بهديك الفترة بالذات، بس هلأ انا جاهزة. ليش؟ لانه تخطيت وعدت وهلأ انا بوقت احسن بكتير، يعني الشي اللي كان مبكيني بهديك الفترة هلأ ما بقى يأثر فيه. ف يا بس بحبكم كتير برجع بلكم إذا وبس. والله حبايبنا وصلت المقطع، لا تنسون الفيديو كليب مع محمد جواني بالوصف، ادخلوا لفجروا كل الكومنتات قد تشوفها جيش مملكة القصص. وبس كانكم فايز زي مقاطع مملكة القصص، ومع السلامة.